أيضا ضمن ما قيل في مسألة الفيروس وعجائبه، إن دي من أخبار العلمية الأخيرة، اكتشفوا أن الفيروسات بتصنع في الفضاء الخارجي وترجم بها الأرض. يعني الفيروسات اللي بتيجي دي كلها بتتعامل في الفضاء، يعني باختصار لقوا في الفضاء فيروسات. وأكثر من كده لقوا في الفضاء أمينو أسيدز مثلا، اللي هي الحمض الأميني. الحمض الأميني هو الوحدات اللي بيتركب منها كل البروتينات، وبالتالي يتركب منها دي ان ايه وار ان ايه، ممكن يتركب منها فيروس ممكن. وبعدين علميا ممكن برضو، لان هي الفضاء مليان سحب غازات وبيحصل فيها تفريق كهربائي وامواج واشعه كونيه، فكل الاحتمالات جائزه. مثلا نيتروجين وهيدروجين يطلع منهم نشادر، وبتدي النشادر يعمل سلسله المركبات اللي تنتهي الى الحمض الاميني. أو إن الحكاية ممكن تركب في النهاية مادة الجينات الوراثية، كل ده يحصل في الفضاء ممكن، يعني دي الاحتمال قائم. فهم بيقولوا إن دي في أحد النظريات، إن الفيروسات بتتصنع في الفضاء ثم ترجم بها الأرض. طبعا دي نظرية، يعني طب مين بيصنعها؟ طبعا الواحد ممكن يقول إن زمان سيدنا أيوب كان بيدونا في كلية الطب، لما يجي حكاية الأمراض الجلدية الفيروسية كان يقولولنا إن سيدنا أيوب عليه السلام كان مريض بمرض جلدي فيروسي، قعد 7 سنين مريض ودعا ربه وإلى آخره وربنا شفاه. فالملفت في إن لما داود دعا ربه بيقول رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني أسند المرض إلى الشيطان. مسني الشيطان، أسند المرض إلى الشيطان، ودي مسألة مهمة. يعني فأنا بقول إن زي ما فيه شياطين الإنس بيعملوا قنابل ميكروبية يرموها على الناس، فممكن برضو شياطين الجن يعملوا ميكروبات يرموها على الناس. المسألة يعني إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهو ربنا بيقول إن الشيطان عدو، وسيدنا أيوب بيقول إن الشيطان هو اللي مسه، إنه هو المرض اللي عنده سببه الشيطان. وإحنا بنشوف شياطين الأرض بيعملوا قنابل الميكروبات، فممكن شياطين الجن يعملوا قذائف فيروسات ممكن. وربنا سبحانه وتعالى في ملكه العظيم بيوزع العمل، بمعنى إنه هو يسند الخير إلى الخيرين ويسند الشر إلى الشريرين. فعشان كده أسند إلى إبليس وظيفة الغواية، وأسند إلى الأنبياء العظام وظيفة الهداية، وهو كل ده في النهاية في خطة ملكه اختبار معادن الناس كلهم. ده مجرد يعني تأملات على الخبر العجيب ده، إن الفيروسات بتصنع في الفضاء ثم ترجم بها الأرض.